اتهمت وزارة الداخلية بغزة رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج بدس قوة أمنية من عشرات الضباط والعناصر داخل القطاع من خلال آفلة مساعدات من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلسطيني. قالت الوزارة أن لقطت 6 من العناصر وعم تحقق معهم. نفت السلطة الفلسطينية هالاتهامات وقالت مصر أنه ما معها خبر بوجود أي قوة أمنية. بس هيدي مش أول مرة بينربط اسم ماجد فرج بغزة. كشفت من فترة القناة 14 إسرائيلية تعاون بين ماجد فرج وسلطات الاحتلال. نحن نوصف على الدوارين של סימן ונאמר פרג הרשות הפלסטינית כבר התחילה לעבוד. פרג ממנה בימים האחרונים תת אלוף במודיעין הכללי. וכשפת וסائل إعلام إسرائيلية عن خطة من 3 مراحل لدخول السلطة الفلسطينية على غزة. أولا تشكيل قوة من السلطة من داخل القطاع بحجة تأمين دخول المساعدات وتوزيعها بتكون مؤلفة من 80 ل 100 عنصر معادين لحماس. ثانياً، تجنيد آلاف المقاتلين لدخول القطاع من خارج غزة. ثالثاً، تولي إدارة القطاع بمرحلة ما بعد حماس. من باب المساعدات عم بتحاول السلطة تفوت على غزة، ومن باب المساعدات عم بتحاول إسرائيل تفتش على مفتاح لمرحلة ما بعد الحرب. وهيك بتكون إسرائيل من جديد غمست التجويع الفلسطيني بالدم وكرست الانقسام الفلسطيني، بس لهلأ ما قدرت تلاقي مخرجة لتحقيق أهداف الإبادة بغزة.